اهلا بكم من جديد، وبنكمل مع بعض مناقشه قضيه زي ما شرحتها لحضراتكم في المقدمه، قضيه العطور اللي بتتباع في اكياس بربع جنيه. وهنشوف مع بعض تحقيق مهم جدا، تحقيق استقصائي عدته الزميله مها البهنساوي والمراسل الزميل اسامه الديب والمخرج ابو المجد. لكن قبل ما نشوف التحقيق مع بعض، اسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذ محمد البهيه، رئيس شعبه مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. منور. الله يحفظك. وارحب بالدكتور عمرو مصطفى، استاذ الكيمياء الحيويه بكليه الزراعه ومدير المعمل المركزي بجامعه القاهره سابقا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. حضرتك دلوقتي استاذ الكيمياء الحيويه بكليه الزراعه. ان شاء الله. يعني ده شغلكم؟ اكيد. طيب استاذ بهيه، السؤال اللي ممكن يخطر على بال اي حد وهو بيشوف هذه الحلقه وبيشوف انه كان بيستخدم او بيستخدم منتج بيشكل خطوره حقيقيه على صحته، زي ما هنشوف في التحقيق، دور اتحاد الصناعات ايه ودور الهيئات الاخرى ايه في هذه المستحضرات؟ يعني السوق متساب كده ولا لا؟ الحقيقه الموضوع طبعا معقد او شديد التعقيد، لان احنا في مصر عندنا جهات رقابيه عده، وحضرتك اكيد مدرك الحاله المصريه ان مفيش ربط بين الوزارات او الادارات نفسها. فحضرتك النهارده في حاله من التسيب، اصبح النهارده في مصانع تسمى مصانع بير السلم ترتكب كل الاخطاء، وهذه المصانع لا يوجد اي نوع من الرقابه عليها، لان هي اساسا مش مرخصه عندكم. بالظبط. يعني احنا عندنا في حوالي 240 مصنع، دول المصانع الشرعيه المرخص لهم واللي هم بيحصلوا على سجل صناعي طبقا لعضويتهم في اتحاد الصناعات. اللي هم 240 مصنع لمستحضرات التجميل. 240 لمستحضرات التجميل والعطور. والعطور. ايوه تمام. في حوالي 800 مصنع بيعملوا خارج الشرعيه، يعني اربع اضعاف هذا الرقم بيعمل خارج الشرعيه. طب دول اتحاد الصناعات مش مسؤول عنهم خالص؟ ما هم يعني حضرتك احنا بنتعامل مع من يتقدم الينا العضويه، يعني اللي عنده مستندات. انت حضرتك تعلم ان في مصر اقتصاد موازي. طبعا. هذا الاقتصاد بيتنامى يوم بعد يوم في كل المجالات، مش في العطور ومستوى التجميل. مع الانفلات الامني وعدم الاستقرار كله بيعمل اللي هو عايزه. ومع بعض التعقيدات الموجوده، يعني هناك ناس اجبروا على الخروج من الشرعيه نتيجه صعوبه الحصول على التراخيص. يعني حضرتك النهارده لو عايز تعمل توسع في مصنعك محتاج 22 موافقه من جهات مختلفه، وده موضوع مضني جدا لاي حد. فالناس يعني اثارت السلامه وقرروا انهم يشتغلوا منهم لنفسهم ويطبقوا معايير ليس لها علاقه طبعا بالمعايير المصريه او الدوليه في المواصفات. طب ايه الجهات الرقابيه اللي المفروض تراقب وتضبط هذا السوق في مستحضرات التجميل والعطور غير اتحاد الصناعات؟ لا، هو اتحاد الصناعات ما بيراقبش. تمام. انتوا بترخصوا او ما ترخصوش؟ احنا هو عضويته عندنا القانون اوجبها، يعني لابد ان يكون عضو في اتحاد الصناعات حتى يحصل على السجل الصناعي. تمام. ولكن هناك نوعين في مجال التجميل، في عطور وفي مستحضرات تجميل. مستحضرات التجميل جميعا القانون اوجب تسجيلها لدى وزاره الصحه. العطور بالذات بتطبق المواصفه القياسيه لدى وزاره الصناعه. فهناك جهتين. طيب العطور لا تخضع لوزارة الصحة؟ العطور لا تخضع لوزارة الصحة، وأنا أفضل خضوعها لوزارة الصحة. لأن حضرتك وأنت بتتكلم في هذا التقرير احنا بنتكلم عن مشكلة تحمل مصيبة. يعني فكرة النهارده استخدام مواد يعني ضارة بالبشر، هي مضرة لدرجة إيه؟ أنها قد تسبب العمى. يعني احنا بنتكلم على تسبب العمى طبعا، لأن المعلومات اللي عندنا إن العطور المصرح بيها او غير الضاره اللي بتستخدم الايثانول، الايثايل الكحول او الميثانول. بينما هذه المستحضرات اللي موجوده في السوق بتستخدم الميثانول. الميثانول. وهنعرف الفرق من الدكتور عمرو دلوقتي. بس والفرق الاهم هو فرق السعر. فرق السعر اللي هي 25 قرش الكيس. لا، فرق سعر الخامه. الخامه طبعا هو بيستخدم الميثانول لانه ارخص بكتير من الايثانول، صح؟ الايثانول الدوله فرضت عليه ضريبه 7.5 جنيه على اللتر. ايوه. فلتر الكحول في مصر يعني ده غير مسبوق في العالم كله، ولا حتى في منطقه الخليج ولا الشرق. عشان كده اغلب المصانع المصريه نقلت نشاطها الى الشرق او دبي، واصبحوا يصدروا ما كانوا يصدروه من مصر الى الاسواق العربيه نتيجه طبعا ايه هذا الشرط المانع اللي هو سعر الكحول الموجود في مصر. 7.5 جنيه على اللتر. على اللتر الواحد. ضريبه لا ترد. وهذه مخالفه دستوريه ايضا، لان بيفرض عليه ضريبه اخرى. كده مش عايزه صناعات التجميل والعطور مش عايزه؟ هم بيسموها سلع استفزازيه. يعني سلع استفزازيه يعني. طب دبي وغيره ما بيعتبرهاش سلع استفزازيه؟ لا، ده هناك شرط مانع اخر. ان عليها 25، يعني عليها تمييز اخر اللي هو 25% ضريبه مبيعات على المنتج التام، مش 10.
25%. 25%. يعني هي مميزة ضمن 12 قطاع على سبيل الحصر ويطبق عليها هذه الضريبة بهذا السعر. طيب هو بقى بيستخدم كحول الميثانول، الشركات ديت اللي بتطرح بأسعار زهيدة عشان هو أرخص بكتير جدا، ب2 جنيه ونص مقابل 12 جنيه مثلا لسعر الـ 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 يعني فرق سعر 2 جنيه ونص حوالي 10 جنيه. 10 جنيه. طيب دكتور عمرو، ايه مخاطر استخدام الميثانول في هذه العطور، وازاي انا اعرفه، ازاي اعرف ان المنتج ده فيه ميثانول ومش ايثانول، وافرق بينه وبينه ازاي؟ انا بس هضيف حاجه بعد اذن حضرتك. في البدايه حضرتك كنت بتتكلم على الاكياس العطور فقط. لا، ده في حاجه كمان، جميع المحلات بنسبه اكتر من 90% اللي بتركب العطور في جميع المناطق الشعبيه بتستخدم نفس الكحول الميثانول. يس، لاسباب بقى. ليه الميثانول؟ يعني اللي هي بيديك الازازه وبيركبها عنده، تمام، هو نفس، ويقول لك دي ماركه عالميه اسمها كذا، نفس الموضوع تاني حطه في كاس، ده بيصنع. الفكره في الميثانول ان الايثانول عشان احصل عليه عايز تصريح، عشان ده بيخش في صناعه الخمور، تمام، والتعقيم، وبالتالي مش هقدر احصل عليه من اي مكان. فبيلجا للميثانول لانه متوفر ورخيص وريحته ما تاثرش على ريحه البرفيوم. الايثانول عنده مشكله ان انا مش اي حد يعرف يشيل ريحه الايثانول. انا عشان اعمل تركيبه اي برفيوم عايز 6 حاجات إلى 7. زيت عطري، الكحول، ماده لازاله رائحه الكحول، مظهر، مثبت، ماده حافظه. ده اللي بتعمله الشركات الكبيره بقى اللي المحترمه بيطلع على عطر ثابت، تمام، مفيش ريحه كحول والكلام ده، المثبت، وكل ده، كل دي العناصر هم بيستخدموها الاساسيه. عندنا بقى في العطور اللي بتتركب زي ما قلت حضرتك 90% منها بتستخدم الميثانول، والاكياس دي بيستخدموا ايه بقى؟ برضه نفس القصه. ليه؟ لانه عايز ينتج بسرعه. وصعب ميثانول كله ميثانول. ومع ايه بقى؟ العطر. العطر حتى العطر نفسه ممكن يكون مضر، ما هو العطر مصدر يا اما صناعي مخلق يا اما من مصدر نباتي. فعندي مين اللي ممكن ياثر؟ العطر رقم واحد، واثنين الكحول، دول اكتر حاجتين. طيب فانا لو كلمت على الكحول حضرتك كنت تسالني ايه تاثيره؟ في حاجه بسيطه جدا. طب استاذنك في حاجه، اتفضل، نروح نشوف التحقيق. انا بس كنت بشرح القضيه للساده المشاهدين عشان هي قضيه كيميائيه يعني فيها متخصصه شويه. حاضر. فكره انك انت تحط العطر كده دي كارثه، دي كارثه. طبعا مش اي عطر. طب هنروح نشوف التحقيق ونشوف بقى الفرق بين الاثنين ايه، وده اضراره ايه، وبيعمل ايه مع حضراتكم. تحت امرك. نشوف التحقيق. اتفضل. بتاع العطور مش مساله انها مضروبه، هي مضروبه وبتاثر في صحه الانسان ازاي، مع التحقيق. ماركات عالميه تتباع بربع جنيه في كيس بيرفيوم قد كده، ازاي يعني؟ طلب عليها كتير بالنسبه للشباب، كله سنه الصغير كله بيطلبها، وهي شغاله بتأدي الغرض يعني. سعرها كويس، سعرها مفيش احسن من كده يعني. الحاجات الرخيصه دي قوي كده ممكن تسبب امراض، ممكن تسبب اي حاجه، فالواحد احسن يروح لحاجه معروفه. يعني في ناس بتسترخص وفي ناس بتحب تشتري وفي ناس عجبتها احسن المنتج. اعلانات تتكرر عشرات المرات يوميا على قنوات تبث من اقمار بعيده عن الرقابه المصريه، ومشاهد بسيط يرى نفسه في منتج لا يسأل عن جودته قدر سؤاله عن مدى رخص ثمنه. عندنا مشكلة كبيرة قوي في موضوع الإعلانات المضللة في الفترة الأخيرة، كمان وصلت لمرحلة كان لا يمكن السكوت عليها. المفروض أن هذه المنتجات أو هذه الإعلانات لابد أن تحصل على موافقة وزارة الصحة قبل ما تعلن. عندنا مادة في القانون أن هي بتجرم الإعلانات المضللة أو اللي هي فيها تضليل المستهلك. وهتلاقي كل الاعلانات يقول لك خالي من كذا، زيرو كذا، ما اعرفش ايه كذا، ما كل الكلام ده كله يعني انت بتشتري الهوا. انا جبتها عشان هي سعرها رخيص، ويعني قد لي بربع جنيه الكيس، يعني كان بنص جنيه بس هم رأفوا بينا وخلوه بربع جنيه دلوقتي. ده نجم كبير بيحط برفين وانا كمان احط. بيبهروا شكل الكيس وبتبهروا الاعلانات اللي معموله على الكيس، وبعدين لما بيفتحوا يحطوا بيلاقي ريحه طيبه فلا يكشفها الا معامل التحليل. التحاليل هي الفيصل بين المنتج الجيد والسيء، لذا قام فريق البرنامج
بسحب عينات مختلفة من صيدليات وأكشاك بيع أكياس العطور على اختلاف أنواعها، سواء كانت المعروفة بعلامة مائية أو غيرها. عشرات الأكياس لملء زجاجات التحاليل، والتي جاءت نتائجها كلها واحدة على السواء. العطور مصنعة من الكحول الميثيلي الضار بدلا من الإيثيل المنصوص عليه في المواصفة القياسية المصرية رقم 3570 لسنة 2005. الكحول الميثيلي ده أحد مشتقات التعطير أو التخمير بتاع النشا، المفروض ان احنا ده غير صالح للاستخدام الادمي. فرق طبعا في السعر، وبيسمم الكحول الميثيل هو كحول الفقراء، يعني بتنتج منه الحاجات اللي هي تنباع بثمن رخيص، لكن ليس بالرخص اللي هو ان انا اشوف كيس معمول بينباع بربع جنيه. زمان يغشوا بيها العطور ويغشوا بيها المشروبات الروحيه، انما لانها تحتوي على مواد سميه ممكن انها تعمل فشل في الكبد، ممكن انها تعمل تسمم في العصب البصري، ممكن تعمل التهابات في الجسم كله. قلت ان حتى العلامه المائيه اتقلدت، فمن الصعب دلوقتي ان انا الاقي المنتج بتاع حضرتك. كرم حضرتك لا يقل عن 8 اشخاص اللي انا اعرفه غير اللي انا اعرفه، مش 8 اشخاص عارف الاماكن بتاعتهم، منهم واحد في شبرا الخيمة بيعمل بالعلامة المائية، منهم ثلاثة في بنورس بيعملوا من غير العلامة المائية، في منهم واحد في الدلاجات وعملت له أكتر. ده أنا معايا محاضر وقضايا. أنا مصدق في التحليل، لأن اللي شفته مع حضراتكم قبل التصوير وهو معمول في جهة حكومية موثقة، فهم بصوا لمطابقة هذا بالمواصفات القياسية. افتتحنا المرصد الإعلامي وأصبح بنسجل كل ما هو يتم بصه في الفضائيات، بيقول ان انا منتج مثلا مسجل في وزارة الصحة او في المعهد القومي للتغذية، يروح بعد تيجي جواب يا وزارة الصحة انت مسجلة هذا المنتج؟ لا، يبقى بناخد رأي وزارة الصحة وبناخد رأيها الفني اللي في المنتج، وناخد ده مع الاسطوانة المدمجة ونبعتها بدفتر النيابة وبنعلن عشان نحذر. المواطن لا يستخدم اي منتج الا ما يتاكد ان المنتج ده يا مكتوب عليه الصلاحيه بتاعته، تاريخ الانتاج، تاريخ الانتهاء، تاريخ الموافقه الى اخره. اوراقنا كلها سليمه، واخدين تصريح من وزاره الصناعه، عندنا تجنيد صناعي، كل بتاع من شركه الخامدي، شركه بسهم مصريه، يعني ساخدين منهم حاجات خامات لا يقل عن 25 مليون جنيه. ودي شركه قطاع عام، يعني معايا كل الفواتير بتاع شركه الحامديه، معايا كل الشيكات اللي خدوها، معايا الاقرارات بتاعتهم، معايا التحاليل بتاعتهم، كل حاجه هم المسؤولين عنها 100%. في مره اللي انا استخدمته بس يعني كترت، حطيت 3 اكياس، جالي اختناق وضيق نفس، ورحت المستشفى واتعمل لي تنفس صناعي، وقعدت فتره يعني اتعالج بسبب الحاجه دي. اكتر خطوره له انه بيسبب العمى، بيعمل اضطرابات او ضمور في العصب البصري، ممكن تعمل التهابات في الاعصاب. بعد فتره وجيزه من استخدامه لها وقبل الوصول الى مرحله العمى او الشلل الرعاش، تدارك رمضان خطورة استخدام أكياس العطور مبكرا، ولكنها كلفته الكثير. كنت بشتريها اللي هو على أساس اللي هو عطر وكده، بس هو تعبني وعامل لي حبوب ما بين صوابعي، ورحت مستشفى أبو العيلة العامة، فدخلت للدكتور بتاع الأمراض الجلدية فوريت له صوابعي، فقال لي أنت بتستخدم إيه؟ قلت له بستخدم العطر اللي جوه الأكياس ده بنص جنيه، قال الحاجات دي ما تستخدمهاش تاني. فعلا بخاف اسلم على حد عشان خاطر العطور اللي في الاكياس دي تعبت لي صوابعي. هو الاعراض الجانبيه بتختلف لانه عليه مواد اخرى مضافه، الكحول الميثيلي عشان لا يسمح باستخدامه في الادمي. في عندي اعراض حاده او اعراض على طول في وقتها هتحصل، فلو الواحد حطها وتعرض للشمس ممكن تجي له بقع شمسيه او ممكن يجي له حرق شمسي. السيدات الحوامل بيكونوا اكثر خطوره للتعرض لهذا بسبب ان الاجنه في بطنهم بتبقى حساسه جدا جدا لاي ملوثات صغيره ممكن تؤدي الى تشوه في الخلقه. هذه الفخامه اللي موجوده في تصنيع هذا الكيس، وهو يباع في السوق في الاكشاك للناس للاولاد اللي ماشيين في الشارع او الكشك بربع جنيه، طب هذا الولد اخده من تاجر، والتاجر ده خده من تاجر اكبر، والتاجر خده من تاجر جمله، وتاجر الجمله خده من المصنع، يبقى المصنع انتج هذا الكيس بكام اصلا عشان كل واحد منهم يعمل لنفسه هامش ربح؟ كنت بجيبه بنص جنيه،
ما بيقعدش حاجه، هو على طول كده على بتاع وقت على طول وخلاص. ما دايما انا اقول للمرضى اللي بيجوا لي وضحايا هذه الحاجات دي، قال له لو انت حسبت تكلفه الاعلان قد ايه وهو هياخده من جيبك، فبالتالي تبقى انت فاهم انت بتشتري الهواء بتدفع فيه فلوس، والهواء ده ممكن يكون مسموم ومغشوش ويضرك. احنا قلنا حاجه رخيصه يعني على قدينا وكده، طلعت بتتعب. احنا حاليا بننشئ شبكه للانذار المبكر، احنا متبنين الفكره دي، ننشئ شبكه للانذار المبكر بين الاجهزه الرقابيه وبعضيها. لو انا رصدت زي ما حضرتك قلت كده اي منتج في السوق مثلا بالإيثانول وان هو موجود، لازم ان انا احطه على الشبكه عشان بتاع مباحث التموين وهو شغال يبقى لازم يعرف ويشتغل عليه، بتاع التجاره الداخليه لازم يعرف، بتاع الرقابه والتوزيع لازم يعرف، اللي هم الاجهزه اللي بره لازم تعرف، اللي شغال في الرقابه على الصادرات والواردات لو اتعرض عليه منتج بهذا البتاع لازم يرفضه، الجمارك ما تفرقش عنه. انا ما عندكش حاجه راجعه، لو انت اي حاجه من دول اتمسكت اقصى حاجه هيبقى فيها ايه؟ فيها 100 جنيه غرامه يعني. اللي مش قادر يشتري اللي هي ام 50 وام 60 بيشتريها. قال لك يا الزيت اللي جبتها يعني عشان بجنيه ونص جبتهم صرفت ولا بتاع 400 جنيه في الاعلام. شفنا مع بعض التحليل الاستقصائي، وبدايه من الحالات البشريه لمواطنين حصل لهم اضرار مباشرة، أضرار صحية مباشرة بسبب استخدام هذه العطور. أيضا شفنا التحاليل المعملية في مصلحة الكيمياء، تم جمع العينات من الأكياس وإرسالها وتسليمها من خلال الزميلة مها البهنساوي، وتم تحليلها وثبت أنها بتستخدم الكحول المثيلي وهو كحول محظور استخدامه في المحاليل الكحولية المعطرة طبقا للقانون والمواصفات القياسية المصرية. والصوت اللي حضراتكم سمعتوه في هذا التحقيق هو صوت مكالمة تليفونية مع صاحب المصنع الوحيد للعطور دي المرخص من اتحاد الصناعات. وزي ما قلت لحضراتكم في 5 مصانع تانية بتعمل هذه المنتجات بالإضافة لهذا المصنع، ومع ذلك أكياس أو منتجات المصنع المرخص أيضا خضعت للتحليل وثبت أنها تحتوي نفس الكحول اللي بتستخدمه كل المصانع التانية. دكتور عمرو، قول لنا بقى الاضرار، وقول لنا ايه الفرق بين الاثنين، والواحد يعرفهم ازاي، ويعني لو عطر مضروب يعرف ازاي، ولا ما هو ممكن يشتري عطر غالي برضو يطلع مضروب. تمام. الفرق ما بين الاثنين حضرتك الكحول المثيلي فيه ذره كربون واحده، الجسم صعب يتعامل معاه، ده اللي فوق، اللي فوق الجسم صعب يتعامل معاه، بيتحول الى ماده اكثر سميه، اكثر سميه منه هيتحول الى فورميك اسيد، حمض فورمك ده اكثر سميه، واللي بنحطه على جلدنا. ما هو هنا بقى التاثير بثلاث طرق، يا اما اورال لو حد خده بطريق الخطا شربه، يا اما بالامتصاص بيتلامس وبيمتص من خلال الجلد وده تمام. الخطوره تمام. يا اما رقم 3 عن طريق السنشاق. الناس دي دكتور محمد عوض تاج الدين استاذ الصدر الكبير، الناس دي العالم الكبير حضرتك وزير الصحه، ايه مبرر الناس يقول لك المفروض لما تستخدم هذه العطور ما تحطهاش على جسمك خالص ولا على الجلد بتاع الهدوم ده تأثيره، مع ان الاستنشاق له تأثير برضو من الهدوم تراكمي. تراكمي هيأثر على خلايا الكبد ويؤدي لتلف الكبد بعد فترة زمنية. تلف الكبد؟ عملوا يعني دراسات، يعني مش العمى بس والحساسية، العمى والتأثير على الأجنة والتشويه امتى بقى في عمى؟ عملوا دراسات لقوا لو حد خد تناول 10 سنتيمتر مكعب دي تؤدي الى العمى، وعملوا دراسات لو النسبة وصلت إلى تقريبا 20% قد تؤدي إلى الوفاة. التراكم بقى بيعمل ده، لو أنا خدتها مرة واحدة تؤدي إلى الوفاة 20 ملي. ساعتها إنما التراكم هيأثر على الجهاز العصبي وبيأثر على الجهاز التنفسي اللي هو الاستخدام الدائم، وبيحصل تراكم يؤثر على خلايا الكبد، لأن الجسم لا صعب يتعامل مع المركبات الفئة والكربون. الكبد هو العضو اللي في الجسم المسؤول عن السموم، تمام، فبالتالي السموم دي بتمتص، هو بقى هيخش عن طريق الجلد ويدخل مع الدم، ويخش بقى بيأثر على الخلايا، بعض الانزيمات في خلايا في الميتوكوندريا بتاع بعض في خلايا الكبد تؤدي لهذا التأثير. طيب ده مش موجود في العطور التانية اللي فيها الإيثيل؟ المفروض لا، اللي هو فيها ايه بقى ورينا اللي فيها تركيبها. اللي فيها 2 كربون الجسم يتعامل معاه، الوان كربون لا، فالكحول المثيلي فيه 1 كربون عشان كده يعتبر من الحاجات السامة.
في اوروبا يقول لك لو انا عايز اعمل تاثير وعدم تناول ده يحط نسبه بسيطه على الكحول الايثيل عشان لو حد تناول ده يؤدي الى كذا. بيبقى الهدف معروف. الهدف معروف انك لا تتناول ده. لان ده ممكن مشكله بقى الكحول الايثيلي يتم استخدامه بكميات كبيره في المستشفيات. فبداوا عايزين يحطوا عليه حاجه بحيث ما تضرش وفي نفس الوقت ما فيش حد يتناول هذا الكحول. كخمور. فهو بيبعده عن انه يستخدمه. فلو انا جبت اي حاجه فيها بيرفم وانا متاكد ان هو ايثانول وفي ميثانول بالخطا هيؤدي للعمل لو كميه بسيطه والوفاه لو كميه كبيره. طيب السؤال هنا ازاي اعرف ان ده ايثانول وده ميثانول كمواطن؟ ممكن ولا يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن لان الاثنين بقى نفس اللون الريحه قريبه من بعض جدا. حتى في المعمل لازم يكون متخصص زي ما رحنا مصلحة الكيمياء. تمام. وفي مصلحة الكيمياء ممكن كيمياء ممكن يستخدم أجهزة متقدمة وممكن لو عنده كمية كبيرة بطريقة بسيطة جدا بالتقطير. كحول الميثانول ده بيغلي عند 65 درجة مئوي والإيثانول عند 78. يعني لو أنا جبت شوية وسخنتهم وفي مكثف كوندنسر وطلع الكحول وشفت درجة حرارة الترمومتر 65 أقول ده كذا، 78 اقول ده كذا بطريقه بسيطه جدا. طريقه بسيطه جدا. يعني لو المصنع او اي مكان عنده اجازه على فكره تكلفته حوالي 500 جنيه ان انا احدد بيه نوع الكحول. طيب تمام استاذ محمد، في حاله حصول مصنع او شركه على ترخيص من الاتحاد من الشعبه وثبت بالتحاليل ان هو منتجه بيستخدم فيه كذا، هل ليكوا سلطه الغاء الترخيص ولا لا؟ هو مش احنا مانحه التراخيص، لكن احنا بنخطر الجهه المانحه انها بتتخذ ضده الاجراءات. هي القضيه بالنسبه لنا بس عشان حضرتك تبقى عارف زي ما قلت لك من الاول هي قضيه مركبه. اخطر شيء فيها هو ضعف التشريعات. يعني انت عندك مشكله النهارده ان كل الناس اللي بترتكب هذه الاخطاء عندهم 100 قضيه و150 قضيه بتنتهي القضيه زي ما قال الاستاذ الدكتور محسن سليمان رئيس الجمعيه المصريه للامراض الجلديه بتنتهي ب 100 جنيه. فهو كل شهر هيدفع 100 جنيه مفيش مشكله وهيرتكب نفس الاخطاء لان هنا القانون في مصر غير رادع، الجزاء نفسه لا يساوي يعني هذا الجرم العمى والموت والحساسيه والحبوب والصدر والاجنه وكل ده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه في مصر. فبالتالي يعمل مصنع ويعمل ثلاثه ويعمل 10. طبعا طبعا. وزي ما قال الدكتور ان حضرتك بيحصل نوع من التراكم، حضرتك اصلا ما بتبقاش عارف انت حصل لك ده بسبب ايه. يعني عندما يحدث فشل كلوي انت ما انتش عارف ان ده حصل بسبب كيس برفيوم لانه شيء تراكمي غير محسوس. طيب دكتور عمرو، لما شفت الاعلانات بتاعه العطور دي اللي هي بربع جنيه وغيره والتركيبات والكلام ده وكده، تاكدت بدون تحاليل انها فيها مشكله عشان السعر؟ اكيد طبعا. ما ينفعش السعر ده يبقى في لا يمكن تنور. لان هيبقى عنده حاجتين، هيبقى الكحول وهيبقى الزيت العطري والضريبه. طبعا مش كحولي بس. ده الزيت ممكن يكون فيه زيوت اخطر. يعني التركيبه على بعضها. ده الزيت فيه مشكله والكحول فيه مشكله. يبقى مستحيل يبيعه بربع جنيه او 50 قرش او الكلام ده. مستحيل كمان عشان تكلفه. ده جم في فتره عملوا حاجه بس ما بتضرش، فقال لك احنا عشان نبيع حطوا مظهر. لو زود الزيت الحته الشعبيه دي يقول لك ايه، انا هبيع لك مظهر عشان الريحه تظهر احسن. ايه المظهر ده؟ شويه ميه. يعني ببيع ميه للناس بضحك عن ميه. ما هي الميه مظهر. لو بصيت للشركات العالميه هتلاقي تقريبا 10% بيتحط ماء مقطر او دي ايونايز ووتر، ميه منزوعه الايونات او ميه مقطره عشان تظهر الريحه. فده علميا ده مظهر. فكان يبيع المظهر كمان، يعني شوف الغش ضرر، وكان يبيع المظهر على اساس ان هو كذا ميه في ازازه وشير ميه. يعني انا مستغرب ان ده بيحصل بس النسبه منتشره اكتر في المحلات غير الاكياس. المحلات دي بنسبه محلات اللي هي بتركب العطور اللي هي نفس القصه. يعني لما الصوت اللي كان معانا صاحب المصنع ده او الشركه دي احدى الشركات بيقول ان انا سددت 25 مليون جنيه، يبقى انتاجه كبير. صحيح. وبيكسبوا كتير لانه زي ما شفنا الطبقات البسيطه بتستخدمه على نطاق واسع لانه سعره لا ينافس. ما فيش حل في الدنيا كلها ممكن حد يعمل عطر بالسعر ده. صحيح. طيب هل من سلطتكم ايضا مخاطبه الجهات الرقابيه في مصر؟ طبعا. طب يعني لو هم ما يتحركوش نعمل ايه؟
بص حضرتك، هي القضيه بالنسبه يعني تقريبا احنا عندنا جهه رقابيه واحده او وحيده بتراقب على مصحات التجميل، هي وزاره الصحه. ولكن الاشكاليه ايضا في وزاره الصحه انها تراقب الصيدليات فقط، يعني ليس من حق الاداره المركزيه ان تدخل محلات التجميل وسلاسل السوبر ماركت ولا الاكشاك ولا الاكشاك طبعا، ده بالاول ما بيدخلش الاكشاك. ودي قضيه زي ما قلت لحضرتك محتاجه اعاده نظر، زي ما قال الدكتور عوض تاج الدين، هو كان وزير صحه سابق، ويعني المفروض ان كل ما يمس جسم الانسان وقد ينتج عنه بعض المشاكل يخضع للتسجيل لدى وزاره الصحه والتحليل ايضا في المعامل المركزيه. وهنا انا بتكلم على فكره توحيد الرقابه، مش معنى ان احنا نلغي جهه او نبقي على واحده، لا، ان يكون هناك ربط بين الجهات، يعني يحدث هذا الربط نوع من التكامل، بحيث ان احنا لما تمسك قضيه نستطيع ان احنا نصل لحقيقه المشكله ونتعامل معها. وزي ما قلت لحضرتك ايضا لابد من تغليظ العقوبه، لان ما ينفعش ان حد يعني يسبب يعني عمى شخص بلاش وفاته مقابل 100 جنيه غرامه، يعني ده موضوع مش او حتى الحبوب اللي طلعت للراجل الغلبان ده اللي دفع له 400 جنيه ولا طيب. عندنا بس فاصل، هنروح لفاصل، واحب انور حضراتكم ان احنا بسبب احنا جاي لنا تليفونات كتيره جدا واسئله كتيره جدا، القضيه بتهم قطاع كبير جدا من الشعب المصري، وهي تبدو للبعض انها بسيطه جدا ولكنها خطيره جدا، زي ما سمعنا من الاطباء والاساتذه انه المساله والدكتور ان المساله كبيره. يعني لما الدكتور محمد عوض تاج الدين اكبر استاذ صدر في مصر يقول الكلام ده، وزير الصحه الاسبق، والدكتور محسن سليمان فقامات كبيره جدا، والكلام غريب قوي ان احنا لاول مره بنسمعه، يعني اول مره بنتوقف امامه، وكانه المساله بتحصل في بلد تانية غير مصر، مفيش جهات رقابيه، مفيش اي حد بيسال، ولا حد في الجهات الرقابيه شاف الاعلان ده ان الكيس بربع جنيه ففكر وقال ايه الموضوع، فنزل زي ما مها البهنساوي عملت، خد العينات وحللها، او عمل تفتيش على المصنع وخد عينات، ما بيحصلش. مصر دي بقت غريبه جدا. طيب هنروح الفاصل، وبحب انوه لحضراتكم ان القضيه عشان مهمه وجاي لنا تليفونات كتير، هيبقى عندنا جزء تاني الاسبوع الجاي من هذه الحلقه ايضا، وهتكون معانا ضيفه فيها الدكتوره نيفين انطوان، مدير العمليات الفنيه باحدى شركات العطور الكبرى، لان هنكمل وهيكون معانا ايضا راي مباحث التموين والجهات الرقابيه الاخرى. هنروح لفاصل ونكمل، علشان كمان عندنا تقرير مهم جدا مصور ازاي ده بيتم في السوق، الزملاء نزلوا وصوروا مع البياعين، وهنشوف هم بيقولوا حكايات غريبة جدا بعد الفاصل.